طابت أوقاتكم بكل محبة أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم. إذن مشاهدينا الكرام، تحدثنا عن تأثر المنطقة بفترة من النشاطات على المنخفضات الجوية وتعرض فلسطين لحالة من عدم الاستقرار الجوي، ومع تقدم ساعات الليل اشتد سقوط الأمطار بالإضافة للنشاط الجيد لتكاثف الغيوم الممطرة والضباب. وماذا عن تفاصيل المنخفض الجوي العميق ذي المنشأ القطبي؟ كل ذلك يطلعنا عليه الأستاذ محمد أبو بكر، مدير شبكات ومحطات الرصد الجوية. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا روز، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام. مساء النور. لو تحدثنا أكثر عن تفاصيل الحالة الجوية والمنخفض الجوي العميق الذي شغل المواطنين والشارع الفلسطيني. نعم روز، بداية نبدأ من هذه الليلة، حيث يتوقع أن يستمر تساقط زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار على مختلف المناطق. أجواء هذه الليلة باردة، وغدا إن شاء الله يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، ولكن خلال ساعات المساء، خلال ساعات الصباح يتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا، وقد يكون هناك بعض الأمطار المتفرقة. اعتبارا من ساعات المساء والليل إن شاء الله الأمطار متوقعة على كافة المناطق مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع حبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 90 كيلومتر في الساعة. يوم الجمعة يستمر تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة وانخفاض ملموس وواضح على درجات الحرارة. استمرار تساقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا. هناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر. نعم، بالنسبة للثلوج المتوقعة أستاذ محمد، هل يعني من ثلوج متوقعة مع هذا المنخفض الجوي العميق، خاصة وأن الثلوج يمكن أن تتساقط على قمم الجبال العالية شمال فلسطين، هل من المتوقع أن تمتد إلى المناطق الوسطى والجنوبية، وهل من المتوقع تراكمها؟ نعم، هو الحقيقة يعني نسبة التوقع بتساقط الثلوج يعني أو الفرصة فرصة ضعيفة، ولا فرصة يعني لتراكم الثلوج وظهورها. قد يكون هناك بعض يعني السنتيمترات البسيطة، ولكن يتبع هذه في حال سقطت هذه الثلوج الأمطار، وبالتالي لا يعني لا توجد فرصة لتراكم الثلوج في هذا المنخفض الجوي، حيث أن فترة تأثير هذا المنخفض الجوي على فلسطين يعني ما بين 18 إلى 24 ساعة. نعم أستاذ محمد، إرشادات وتحذيرات توجهها للسادة المواطنين وأيضا من الأجهزة المختصة بهذا الشأن؟ نعم، خلال الأحوال باختصار لو سمحت. نعم، خلال الأحوال الجوية القادمة تحذر دائرة أرصاد الجوية من خطر شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 90 كيلومتر في الساعة، تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة، خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد وغزارة الأمطار، وأخيرا تشكل الصقيع والانجماد ليلة الجميع وليلة الجمعة وصباح الباكر من يوم السبت. نعم، شكرا لك أستاذ محمد أبو بكر، مدير محطات وشبكات الرصد الجوي، كنت معنا عبر الهاتف. والآن نتابع وياكم مشاهدينا الكرام لدرجات الحرارة الصغرى التي سجلت لهذه الليلة، ونبدأ من العاصمة القدس المحتلة. 7 رام الله 6، نابلس 8، جنين وطوباس 10، الكرم وقلقيل 11، سلفيت 6، أريحة 12، بيت لحم 7، الخليل 6. وننتقل وياكم إلى المحافظات الجنوبية، ونبدأها من غزة 12، دير البلح 11، خان يونس 12، وأخيرا رفح 11. ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى العواصم العربية والعالمية. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتكم الجوية، ابقوا سالمين، في أمان.